وفي التجلي نفس الشيء كمان، في التجلي على جبل التجلي السماء والأرض بقوا يعني شيء واحد تعانقا بهذا الشخص طبعا. ولما تبص تلاقي ان الملائكة في ميلاد نلاقيها، والملائكة في البرية في وقت صيامه وفي البستان في الجلجسة، الملائكة حاضرة في خدمته. من يكون هذا الشخص؟ من يكون هذا الشخص اللي بيقول عنه بولس في رسالة العبرانيين: لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت موت قدميه؟ ويقول إيه؟ ولملائكة قال، يعني الملائكة بتاعته هو تنسب إليه. فالشخص اللي السماء مفتوحة حتى في القيام، حتى في صعوده، اتذكر حديثك في صعوده لما جاءت سحابة وأخذته عن أعينهما. فده الشخص اللي جاب السماء للأرض. كلامه مع فيلبس مع نسنائيل لما قال من الآن ترى السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الناس، فمن يكون هذا الشخص؟